فاجأ الممثل السوري قصي خولي الجمهور بمقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر انستغرام ظهر فيه بلوك جديد، إذ بدأ بشعر طويل على شكل جدولي ومكياج غريب تم فيه التركيز على عيونه مع شوارب طوال. وأرفق قصي الفيديو بتعليق قال فيه: تجربة جريئة وجديدة ومختلفة، حبيت كون مساهم فيها مع مجموعة من الشباب المتحمس لصنع شي جديد ومختلف، بتمنى تكون جديرة بالنجاح والمشاهدة، قريبا بعطيكم كل التفاصيل. وقد تداول الجمهور هالفيديو بشكل لافت على صفحاتنا الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من انه البعض اشار الى انه اللوك اللي اعتمده خولي هو ليساعد الشخصية يلي عم يلعبها بمسلسل 2020 مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب الجيم، الا انه تعليق خولي ما بيوحي لها النقطة. كما عاد الجمهور ونشر مقطع فيديو آخر بيوثق كواليس التحضير لهاللوك الغريب. يشار إلى أنه قصي خولي غاب عن السباق الرمضاني لعام 2020 بسبب تأجيل عرض مسلسل 2020 اللي عم يشارك فيه مع الممثلة نادين نسيب الجيم، الممثلة كارمن لبوس، الفنانة ماريتا الحليني والفنان رامي عياش ببطولته، نتيجة التعبئة العامة اللي منعت تصوير هالعمل كطريقة وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وعلى سيرة مسلسل 2020، سبق وأعربت الممثلة اللبنانية نادين نسيب الجيم عن إعجابها بهالعمل يلي عم تشارك فيه مع قصي خولي ويلي بتلعب فيه دور شخصية النقيب سما، وعلقت على صورة نشرتها عبر انستغرام بوقت سابق قائلة: بعد نهار كتير طويل بالتصوير بس النتيجة رائعة الحمد لله، أحلى مشاهد تصورت اليوم مع شريكي بالنجاح وصديقي قصي خولي، تستاهل كل الخير. وبدوره أيضا قصي رد على زميلته أنا ذاك واتمنى لك كل التوفيق.